الطعام. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. اهلا بحضراتكم جميعا مع قناه دكتور جوستين تبع احد غير المسيح الخلاص. عايزين نثبت الكلام ده بأدلة اللي عايز يفهم يقعد معانا في هذا البث. سلام الله معكم جميعا. قناة دكتور أوغسطين يا أهلا بكم جميعا. رجاء مشاركة البث لكل الإخوة والأخوات. يلا لأن الموضوع مهم جدا. رجاء مشاركة البث لكل الإخوة والأخوات. يلا يا جماعة شفتوا ابتدوا تعليقات. يلا سمحنا للتعليقات حتى الناس اللي مش مشتركة. اتفضلوا. موضوع النهاردة عن سيد المسيح هو المخلص. لا مش أكبر لأنه قعد كم سنة يا أخ آدم. قعد كم سنة حبيبي آدم؟ قعد كم سنة؟ مهما كان زي المسيح منذ الأزل قبل أن يتجسد كان موجودا لأنه الله. عندك سؤال اطلع قول. اتفضل. عندك السؤال اطلع قول. اتفضل. هو المخلص يعني ما فيش حد هيخش الجنة بدون المسيح. هو الطريق الوحيد، هو الله، وهو ما هو مفاتيح الجنة. أي حد تاني مش ضامن الجنة بدون المسيح وبدون الفداء اللي حصل. أي حد تاني ليس ضامن للجنة بالمرة. ليس ضامنا للجنة بالمرة. يا الله اللي عنده أسئلة اتفضل. اللي عايز يبعت جست معاك نسخة المفاتيح خليها معاك ورينا هتعمل ايه. صدقني مش ضامن، وانت مش ضامن حاجة. صدقني بكلمك بجد. أكبر ده كان صنم، كان اسمه صنم يا حبيبي مش اسم الله. أكبر ده كان اسم صنم. سلام عليكم يا ابن المسيح، اهلا بك. اكبر ده اسم صنم. تمام. السهرة هتحلى يا جماعة. عدد مفاتيح الجنة 5 اللي هم ايه عندك حضرتك؟ عندنا في المسيحية عملنا بالمسيح، كتاب العهد القديم والعهد الجديد، دخلنا الإيمان، عملنا
عشنا حين مبروك علينا الملكوت. غير كده تبقى بتحلم يا جميل، تبقى بتحلم يا جميل، تبقى بتحلم يا جميل، تبقى بتحلم يا جميل. بس يعني رجاء مشاركة البث للإخوة والأخوات يا جماعة. داني يعني نعمل برنس، يعني أنا داني لغيبة. مينا جرجس أهلا، سلام ونعمة، منور يا عم، فينك يا جدع؟ مشتاقين لورودك يا جدع، وحتى لو من غير ورود منور بحرك. فينك يا جدع؟ شكرا على اللايكس. أجيب المشروب ونمغمغ نزغزغ مع نفسي. حضرتي محترم، شكرا، تعيش. حضرتي محترم، شكرا. عايزين لو لم يكن المسيح أعظم رجل لما بدأ التاريخ. بسم الله ينور عليك. أنت كمسيحي هل تؤمن بإبراهيم أنه نبي من عند؟ أيوة ماشي، أؤمن بيه طبعا، أبو الآباء. مشتاق لك يا دكتور، تعيش يا غالي، الله يخليك يا دنيا، الله يخليك. حاضر يا أخ محمد، خلص بس أجيب المشروب عشان أنتوا القعدة معاكم محتاجة لازما عدل الدماغ. ماشي حبيبي يا داني، يا مشهيصني يا داني. لا يا أخ باير وموسى نبي من عند الله طبعا. وموسى من النبي من عند الله. وموسى نبي من عند الله. لما تحترم نفسك يا حبيبي وتبقى تتكلم بطريقة عدلة ساعتها وارد أقبلك. ممكن يا الله سيد المسيح هو وحده اللي فيه الخلاص. هذا دلة وجاء للناصرة حيث كان قد تربى في المجمع حسب عاداته يوم السبت، وقام لا يقرأ فدفع عليه روح سفر النبي أشعياء، أشعياء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لنادي المعصومين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المساحقين في الحرية، ويكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه على الخادم، وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شخص عليه، فابتدأ يقول له إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. لو 4:16-21، لأن المسيح تم فيه الفداء، تم فيه الفداء. محمد تسأل الله أن يهديني بي، أنا في قمة الهداية صدق، تسأل القرآن والسنة هتلاقيني في قمة الهداية. ألو، اتفضل. هو أنا مش عارف اللايف ده بخصوص إيه، بس شفت كذا لايف ليك يعني، فأنا كان عندي سؤالين أساسيين بس. تفضل. إيه أول سؤال، ليه المسيحيين الشرق الأوسط ليه هم اللي لسه إلى حد ما محتفظين بإيمانهم وتعاليم المسيح
رغم ان المسيحيين في باقي الدول خصوصا دول اوروبا وامريكا بعضهم اللي بقى خلاص بيخش في دايرة الالحاد، بعضهم اللي بقى عنده مجرد الدين ده حاجة رمزية بس، بقوا بيعترفوا مثلا بموضوع الشذوذ في الرجالة وحاجة علنية، موضوع الزنا، موضوع الجواز والطلاق، رغم ان الطلاق في المسيحية المفروض محرم. ليه المسيحيين برأيك في الشرق الاوسط بس هم اللي لسه متثبتين بتعليم المسيح؟ السؤال الأول نجاوبه الأول، تمام. بداية كده خليني أقول لحضرتك إن المعلومة جزئيا صحيحة ولكن مش كليا صحيحة، لأن أنت بتشوف الظاهر ما بتشوفش خبايا الناس، بتشوف الأفلام مش بتشوف واقع الناس. يعني هنا بتتفرج مثلا في مصر، بتتفرج على بعض الأفلام للمنتجين اللي بيصدروا لك، مثلا بعضهم بيصدروا الإباحة والنجاسة والدعارة والفكر مش عارف إيه، فبعض الناس برضه اللي غاضبين بيبصونا على اساس ان احنا برضه بنستحل المرأة والكلام ده كله. يعني كل ده موفي افلام، لكن الحقيقة ان في كل بلد بتلاقي اللي بيتقون الرب، يعني حافظين على وصاياه فعلا وبيعيشوا فعلا بالإيمان، بدليل ان بتلاقي ناس بتعمل خدمات خيرية إنسانية هدفها إرضاء الله مش هدفها إرضاء نفسهم، سواء في الشرق أو في الغرب. بس في الشرق باينة قدامك قوي، لأن أنت محتك بمسيحيين الشرق، تتعامل مع مسيحيين الشرق. لكن لو تعاملت برضه مع الغربيين هتلاقي في منهم بيراعي ربنا بطريقة جبارة جدا، في منهم محافظين لدرجة كويس. حضرتك قلت على النقطة دي، يعني كنت بتعامل مع الأجانب الموجودين في مصر جايين من بره طبعا، بس إيه، فمن ضمن الموضوع اتصورت مع بنت أجنبية صورة عادية، لمجرد إن أنا نزلت الصورة دي على السوشيال ميديا البنت دي ما اتعاملتش معايا تاني. يعني في ناس متعصبة للدين ومتعصبة إن هي بالتدين والمحافظة على نفسها لدرجة تفوق الصعايدة عندنا، فوق الصعايدة في مصر. ففي كده وفي كده، ولكن بحكم إن أنت احتكيت بدول ممكن تكون واخد بالك بس من الشرقية، لكن في كل جيل وفي كل مكان اللي بيتقي الله صح. هو اكيد كل مكان فيه اللي بيتقوا الله وكل حاجه، ده اكيد انا يعني حاجه انا عارفها، بس هي النسبه والتناسب. حتى الاعلام يعني احنا مش محتكين بيهم، بس انا بكلمك حتى في الاعلام. ابسط حاجه، انا شفت كم مسلسلات او سيت كومز بتتكلم عن المسيح، بتتكلم عن الرب. انا كمسلم بصراحة ما حبيتش الاستهزاء اللي بيحصل ده، او النكت اللي بتحصل عنه. انا ذات نفسي ما يعني يعني مستحيل انا اقبل حاجة زي كده. في عندهم طب كويس قمة تسامح و كويس انت اصبت النقطة دي، كويس اللي اصبت النقطة دي. في بلد زي عندهم أو في بلد زي فرنسا مثلا، زي فرنسا على سبيل المثال، انتوا كنت كتير كان من اخواتنا المسلمين كانوا بيعترضوا قوي لما يحصل رسوم مسيئة لرسول الإسلام في فرنسا، كانت الدنيا تهيج وإيه زي إيه اللي بيحصل ده والكلام ده كله وما ينفعش. وحصل إن في واحد راح مسلم راح قتل قسيس كاثوليكي في فرنسا، مع ان مش واخد باله من حاجه مهمه جدا، وهي ان حتى الديانه المسيحيه جوه الدول دي زي ما حضرتك بتتعرض قلت للتهزيء. تعرض انا للسب. لحد فتره قريبه كنت بزعل لما الاقي بيعملوا كده عن الرسول عندنا في الاسلام، بس اكتشفت اصلا اذا كانوا هم ما بيحترموش المسيح عندهم بحاجات مسيئه، طب هم هيحترموني ازاي اذا كانوا هم ما بيحترموش اصلا دينهم؟ عشان هم مش فكره دينهم ومش دينهم، هم عندهم، بص، في ناس عندهم جوه البلد لا يتبع ده ولا يتبع ده، وفي ناس عندها مشكلة مع الدين أو مشكلة مع رجال الدين، فبدل ما تصب غضبها، يعني أنت مثلا شيخ ضايقك أو أنا قسيس ضايقني، بدل الصح اللي أنا آخد حقي من الشيخ أو القسيس، مش الصح اللي أنا أسيء للدين نفسه، إلا لو الدين في نفسه فيه إساءة. فهم بقى بيتصرفوا إزاي؟ بدل ما يوجهوا عدائهم للشخص اللي غلط في حقهم، بيوجهوا عدائهم للدين بعينه. ده نقطة. النقطة التانية بيسهل لهم الموضوع ده وجود قوانين بتسمح بكده. أنا بقول لك هو بيستبيح هناك حرية التعبير المطلقة لأي دين، بدليل أنا شفت يعني تعليقات سخيفة على رسم الصليب وعلى صور على الصليب السيد المسيح،
ايه المسخرة دي؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بس قوانين الدولة، قوانين الدولة سامحة للمسلم ما والمسيح والملحد انا واي بتكلم في كده حد بقى. ليه ما بحس هو ان في اطار. الجانب المسيحي عنده تسامح في الحاجات دي، انما مثلا المسلمين طبعا رغم ان ده بيبقى غلط بيتطور الموضوع معاهم لعنف. ليه دايما شخصية المسيحي هناك اللي هو الكيوت اللي هو يعني ايه يعني قشطة، واللي هو ليه وصل بيهم الامر لكده بره؟ هو عشق كده. بص عندنا ايمان، بص حبيبي، مين يدافع عن مين؟ انا دافع عن ربنا ولا ربنا يدافع عن نفسه عني؟ لا، المفروض ربنا مخليك سبب ان انت تكون صورة له في الارض، اللي انت بتعمل تعاليمه صورة لي في الارض، وبتعمل صح. بس الموضوع ما يوصلش ان بينا ان احنا نفضل نقتل اللي بعدين عشان هعلم الناس التانية عن الله. انا بس هعلم في نفس الوقت التانية ما عن يوصلش الله بيا اللي انا السلبية، يعني اللي لا قلت كده واللي قلت كده. بالظبط. الله ينور عليك، صح كلامك. لا يوصل سلبية، وفي لفظ بس احنا عشان في فلوس، في لفظ تاني ممكن ينطبق على الناس اللي بتبقى سلبية بالطريقة دي فعلا مناسب ليها، ان السلبية بتوصل لدرجة من الرعونة. دي ما ينفعش بقى، لا لا العنف بالقتل ولا ده، بس برضو بيحكمك قوانين دولتك. يعني انا مثلا طلع شخص مسيحي او مسلم او من اي ديانة على السوشيال ميديا غيرت في شخصية السيد المسيح وسبه أو حاجة زي كده، أنا دوري اللي أعمل إيه في دولتي هنا؟ ما حضر ازدراء أديان. قضية ازدراء أديان يلبس 5 سنين ويدفع تعويض وغرامة وحبس. أنا هقتله. طب لو قتلته ده واحد بالنسبة للمسيحية يعتبر فجر وعمل وساخة ما يعلم بها إلا ربنا، لو غلط في العذراء أو غلط في السيد المسيح أو بلاه. ولو بالنسبة للإسلام، لما اتكلمنا حتى في بعض الشيوخ اللي قريب حصل شيخ غلط في السيد المسيح اتمسك ازدراء أديان واتقال عنه كذا وكذا، لسه بنشوف بقى باقي الإجراءات اللي بتحصل معاه. لكن افرض إن أنت قتلت شخص زي كده، لو قتلت شخص زي كده هو هيبقى ميت على خطيته، فيبقى راح لفين؟ لو مات على خطيته، يعني مات على ماشي. ما خروجه من الملة. انا قلت معنى الاخ، على الاقل يكون في استنكار. هكمل معاك للاخر، هكمل معاك للاخر. لو انا، لو واحد كمسيحي حد غلط في المسيح، استاذ المسيح، وشتم على المسيح او غلط واساء بزياده، والشخص المسيحي ده قتله، النتيجه هتبقى بالنسبه للقانون الشخص ده قاتل، وبالنسبه للشخص اللي اتقتل نتيجه لاساءه المسيح هيكون مكانه جهنم، ملحش يتوب مثلا. يبقى في الحالتين الاثنين خسر. في حالة ازدراء أديان يتحاكم، يبقى عبرة لغيره، يبقى اللي بيطلع يناقش في الأديان عارف ازاي يحترم دين اللي قدامه، مناقشة في حدود الكتابات الأكاديمية مش في حدود التطاول على الأديان والسب. بس فاهم قصدي؟ انا بشوف ان ده خلى شخصية المسيح عامة هناك بقت مستباحة، ان هم يسنوا اي قوانين. يعني الاول ايوه. كان في فين قوانين دولة؟ لتقنين الدعارة هناك، تمام، فين دولة؟ طب ما وبعد أردوغان، أردوغان دولة إسلامية وفي دعارة، السعودية وفي أمار. لا بس على الاقل يعني ايه، انت فاهم انا اقصد ايه، ان هي مش يعني معترفين رسميا، وان هي ايه حاجه اوفيشال، في كذا عندنا وفي كذا عندنا وفي كذا عندنا. يعني ما هو في مصر برضو فيها كل حاجه برضو، بس مش في الدره، في ان انت تستخبى، انما ان الحاجه تبقى معلنه. حبيبي و الدعارة في الديرة او الدعارة مع اقول لك الإسلامية عندهم دعارة رسمية. موضوع متوقف البلد اللي بتحكم بيه. يعني لما تيجي تمسك مثلا بالنسبة للدول المسيحية او العلمانية، خلينا في العلمانية، فرنسا، فرنسا فيها استباحة للكل. روسيا لا، لا عند بيقفوا وقفة دينية جبارة. دول الاتحاد السوفيتي السابق عامة عندهم تعصب للدين المسيحي وتعصب في احترام الأديان، وبشكل خاص عشان أبقى واضح معاك للدين المسيحي. السعودية فيها بعض، يعني فيها الأمار ودلوقتي الحاجات دي، حتى لو بشكل، أنا سمعت إن في شكل رسمي دلوقتي موضوع صلاة الأمار.
بس عند استباحة الأديان بقى، اللي هو أنت حر تلعب قمار زي ما أنت عايز، عايز تخدم ربنا أنت حر، لكن ما تخشش بقى في إن أنت تستبيح الأديان. دولة زي مصر عندنا في قانون ازدراء الأديان، يمكن ما بيتطبقش، ما خدش شكل إن هو يتطبق غير على المسلمين لفترة معينة، يمكن عشان المسيحيين ما كانوش بيطالبوا بالموضوع ده في تطبيق ازدراء الأديان وتقصير من طلب المسيحيين، فبيخلف كل موقف وكل بلد على حدة بيحكمها قوانينها، قوانين البلد دي بتستبيح ايه وبترفض ايه وراضية الموضوع ده، سواء مسيحية او دولة تحمل اي ديانة، بصرف النظر قوانينها بتحكم المسيحي او المسلم او اي حد بالديانات يثبت بقى ديانته بفعله بناء على الكتب اللي بيدرسها واللي بيعيشها. تمام، اتمنى هو دي اقصى. انا منشك في، انا فاهم الموضوع ده على فكره مزعلني انا كمسلم لسبب بسيط، ان حتى الاتجاه العالمي دلوقتي حتى في موضوع نشر الشذوذ، وان دي بقت فكره متقبله وان دي بقت فكره علميه، ان في حين اصلا ذات نفسي يعني المسلمين دلوقتي هم اللي بيحاربوا في النقطه دي لوحدهم، في حين اصلا الموضوع ده المفروض كمان المسيحيين يحاربوا فيه، لا مفيش محاربه من ناحيتهم، ودي حاجه غريبه. تعيش دايما، ربنا يخليك. بص يا اخي محمد، بص يا اخي محمد، عشان اقول المسيحيين كلهم ما بيحاربوش الموضوع ده، اقول لك يعني الموضوع غلط، معلش مع احترامي، حضرتك برضو ما مش مسكتش بتكلم في كل كل، 2 بتكلم مليار في نسبة. حبيبي النسبة، ما هو برضه يعني معلش، انت كمسلم عملت ايه عشان خاطر تدافع عن الدين مثلا؟ عملت ايه؟ ايه مجهوداتك لدفاعك عن دينك؟ مش هقول لك عن المسيحية، أبسط حاجة مش معترف بيه يعني، حتى لو اتعمل زي ما قلت لك كده في الدرع، على الاقل مش معترف بيه، حدش علنيا يقدر يقول لك، يطلع يقول ده انا كذا يا جماعه وتقبلوني، ولا هتبقى عنصريه لو ما حدش تقبلني ان انا كده فاهم قصدك. يعني. بره مثلا بيحصل ان واحد يطلع يقول لك تقبلوني انا حاليا شاذ، فتقبلوني ان انا كده، وكل الناس تشجعه، واو ده جراءه واعتراف، ويسقفوا له، في حين حد يقدر هنا يعمل حلقه زي دي حتى لو هو فعلا كده. يا عم بيعملوا يا عم بيعملوا، في ناس عارفينها بالاسم، في ناس بنشوفها، وفي حالات زفت، بس مش لازم من كل حاجة تتعلم، مش ناقصين قرف يعني. فاحنا هنا في، بص يا حبيبي، مشكلة الغربيين أو كتير من الغربيين أو كتير من الشرقيين هناك يا محمد، عندهم الاستباحة زي ما أنت بتقول، هنا عندنا الكبت. الاستباحة والكبت كلاهما يولدان الكفر، يولدان الشذوذ، يولدان اصل ممنوع مرغوب. عايز تبقى، بص، الطريقه المعتدله هي اللي بتريح البشر، لا تبقى واحد يعني واحد متمسك او متشدد بزياده، فتلاقي نفسك بدل ما تبقى متدين بتبقى ظاهريا متدين قدام البشر، لكن تبقى في حياتك العمليه مع الناس في ناس شياطين. يعني في ايام الاخوان وايام السلفيين اللي كانوا موجودين في مصر، ما اتمسك واحد، كان واحد حاطط واحدة على حجره على الطريق الصحراوي ولا على طريق في اسكندرية، واحد كان شيخ وهاب وغيره برضه في الأديان التانية، ممكن تلاقي كده. طالما في بس كبت، طالما هتلاقي في أخطاء، طالما لقيت فجر حرية زيادة، ارجع اقول لك ان هي زي ما قلت لك كده في الديره مستخبيه، انما يا الفجر حبيبي حاليا في بقى الدرق إيه؟ علني. درع ايه يا عم؟ مش كانوا كاشفينه ومكشفينه، وكان مرفوع عليه قضية عامة، كاشفينه ايوه ومرفوع انا عليه اقصد ان قضية عامة، الحاله الشيخ سالم العامه في مرفوع عليه الديره، قضية عامة، الحالة العامة في الدرة، إنما ما بقاش الحالة الموضوع العامة في الدرع. وأردوغان لما فاتح بيوت دعارة مرخصة، ده في الدرع؟ درع ايه؟ مش دي خلافة الدولة العثمانية الإسلامية؟ درع ايه اللي أنت بتتكلم عنه؟ ما خد فهمني. بالك. شفت النقطة اللي أنا ذكرتها بقى، ما أنا ده اللي أنا أذكره، إن المسيحيين في وسط المجتمع الشرقي المسلمين أنا بشوف إن هم خدوا كتير من صفاتهم، في حين كذلك برضو للأسف المسلمين لما بيروحوا في المجتمع الأوروبي بياخدوا هم كمان كتير من صفاتهم، ما بنكرش على ده على المسلمين برضو يعني. أنا في أوروبا أنا ناس كتير زمايلي ما بيختلطوا هناك بالطريقة الجديدة اللي هناك والفكر اللي هناك، هم ما حتى ما بقوش مسلمين، ده هم بقوا ينخرطوا بنفس المنهج ونفس الفكر ونفس كل حاجة. حبيبي نفس المنهج، نفس الفكر اللي أعرفه، اللي الإنسان المتدين
يبقى زيه، يحاول يبقى زي نوح البار، يبقى يحاول يبقى زي يوسف الصديق، يبقى يحاول يبقى زي، طبعا مش هيبقى زي، مفيش حد هيبقى زي السيد المسيح، بس بنحاول نتمثل بالصفات الحلوة في الأنبياء والصفات الحلوة في السيد المسيح تاج الأنبياء. وفي المسيحية كلمة الله الصورة منظورة لله، وفي الإسلام هو كلمة الله أيضا. فالتدين الحقيقي ما يرتبطش بمكانك، يرتبط بيك. قعدت في أوروبا، قعدت في مصر، قعدت في تركيا، قعدت في السعودية، قعدت في الصحراء، علاقتك بربنا هتحكم انت بتتعامل ازاي مع الناس دي، بتتعامل ازاي مع الآخرين. لكن لو الواحد بيتغير بوجوده في الدول دي يبقى سطحي، يبقى مش متدين، يبقى بيمثل على نفسه، يبقى ضايع. شخصية عندهم في صنف الشخصية. بالظبط، بس يعني في النهاية كنت بتكلم في واقع فعلا، ان بشوف اخواتنا المسيحيين في الشرق الاوسط الى حد ما اخلاقهم وطباعهم تشبه كتير اخلاقنا وطباعنا، بعكس بره للاسف مش هقول لك يعني تخلوا وافق كتير عن تعاليم وافق المسيح وتعاليم وتعاليم دينهم ذات نفسهم. يعني مش بقول معلش حتى مع احترامي بقول تعاليم لك مش موافق. لا كل اللي هنا كده، ولا كل اللي هنا، ولا كل المسيحيين اللي في مصر حلوين، ولا كلهم وحشين، ولا كل ما المسلمين بقول اللي في مصر حلوين، ولا ما كلهم بقولش وحشين. حلوين ولا وحشين، بس بقول لك ابسط يعني، انا بقول لك ابسط اللي انا اعرفه في المسيحيه، ان ممنوع الطلاق اللي هو ما يجمعه الرب لا يفارقه البشر. لسه تمام. لحد دلوقتي المسيحيين هنا محافظين على الموضوع دوت، انما بره ما فيش الكلام ده اصلا. حضرتك برضو ماشي مع احترامي، هفترض صحة كلامك، يبقى مش ماشي زي الكتاب المقدس. وممكن هنا برضو في مسيحيين بيرفعوا قضايا وبيخرجوا خروج ملة أو حاجة زي كده، وخروج أو مدني بيغيروا دين بالظبط، بس برضو أو أغلبية المسيحيين يخرجوا. هنا لسه ماشيين على التعليم بتاعهم، إنما بره ما عادش في تعليم. ده اللي أنا أقصده، إن المسيحيين في باقي معظم الدول حاليا فقدوا تعليم المسيح وتعليم المسيحية ذات نفسها للأسف يعني. طب سؤالك حلو، يعني سؤالك حلو، بس قول لي حضرتك قريت عن تعاليم المسيحية؟ انا اعرف الحاجات البسيطة عنها على الاقل اللي هم فقدوا البوصلة فيها. جميل. بس لفت نظري في حاجة مهمة بقى من تعاليم المسيحية برضو، إن المسيح قال لنا حاجة مهمة جدا، والحاجة المهمة دي جدا تدل برضو على إن هو الوحيد الله، وهو الوحيد اللي بيدي الخلاص، وهو الوحيد اللي بيدي الحكم. لما الست امرأة مسكت في ذات الفعل، تفتكر المسيح قال لها ايه؟ مسكت في ذات الفعل يعني اتزنت. هما بقى اليهود مسكوا ساعتها الست دي وما مسكوش اللي زنى معاه. فالمسيح قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. يا رب، احنا المسيحيين احنا بنقول ان انت الله الظاهر في الجسد، هل انت كده غيرت في الكتاب المقدس؟ لا ما غيرت. ده وضح، وضح جدا مين اللي يطبق الحدود. اللي يطبق الحدود هو وضع الحدود، اللي يدين الناس هو الديان. انا معاك اللي انت بتعمل انتقاد، يعني مش بتدين حد بعينه، فدي خروج من الادانه، يعني انت كده بتنتقد المواقف ما بتقصدش اشخاص بعينهم، ده كده خارج بالضبط. الإدانة. ولكن بقى خلينا برضو نحط فكرة، طب ما احنا ممكن ما نكونش بنزني، بس ممكن يكون هنا عندنا استباحة الكذب، استباحة شايب الياسمين، المصالح بعض المصالح لبعض الأشخاص، استباحة الغش في الموازين عند بعض الناس، استباحة نعمل مصلحة في الدرة. كل الخطايا دي عند الله تتساوى، حتى لو فيها كبائر وصغائر، ولكن كلها تتساوى في التعدي على الله، كلها تتساوى في النهاية تعدي على الله وبالحق. صح، انت بتقول لي دول بيعملوا. طب ايه رأيك في داعش؟ ما داعش كانت موجودة في العراق وفي الشرق الأوسط، زنا
قتل، اغتصاب، إدارة أعضاء، وهلم جر. ما اعتقدش ان وللأسف في داعش مسلم واحد قال ان داعش تمثل الاسلام او المسلمين. لغاية لحظتنا هذه داعش لم تكفر ولم تعتبر خوارج من الخوارج من الأزهر، محدش حتى الأزهر ما اعتبرهاش خارج عن الإسلام. إيه رأيك؟ ما اعتقدش ان في مسلم واحد ممكن لو جيت سألته سؤال وقلت له ايه رأيك في داعش ما يقدرش يكفر لك ويقول لك ان هم بره الاسلام. حضرتك متأكد؟ مش محتاجة يعني، انت فاهمني، مش محتاجة يعني تصريح او انت تطلع بيه او كده يعني. لا محتاجة، لما يكون لغاية دلوقتي في ناس مسلمة فاكرة إن داعش هي اللي تمثل الإسلام يبقى محتاجة، ما يبقى فيش، انت داعش كده عارف ان هي بتمثل كلها، الإسلام. بص انت عارف كلها ان موضوع داعش ده كلها لعبة سياسية قبل ما تكون لعبة دينية. سياسية من مين؟ من مين؟ ما موضوع الاسلاموفوبيا عامة، وان دايما يبقى فيه جماعة بتعمل موضوع حبيبي الارهاب، وان لا يا أخ محمد، بالله عليك بالله عليك، أنا مش هعرف أحط على الحمار بردعة ما كانش هو حمار. داعش محدش هيعرف يركبها البردعة إلا لو هي عندها الفكر اللي هيوصلهم اللي هم يبقوا حمير ويتساووا في المؤامرة اللي أنت بتتكلم عليها. بص انا وعشان اقول لك اللي انا مؤمن بيه، اي حد ارهابي عامه، مش هنخرج بره بقى سواء مسلم مسيحي يهودي هندوسي، اي واحد ارهابي عامه انا بشوف ان هو ايوه بيحتاج اي شماعه عشان يبرر بيها ارهابه، عشان يثبت لنفسه ايوه ان هو سليم، ان اصل هو هيعمل حلو حاجه غلط، فهو عايز بقى ايه، شماعه يعلي عليها الغلط اللي هيحصل ده. الغلط ده بقى يقول لك اصل انا شفت آية قرآنية بتقول كذا كذا، اصل انا في واحد مش عارف عمل في كذا كذا، مش عارف ايه. انا بصنف داعش ان هي قبل ما بصنفش مسلمين ومسيحيين، بس صنفها مجموعة ارهابية، ايه المفروض اصلا يتم التخلص منها فورا. حلوة أوي، يتم التخلص منها فورا. طب وإيه رأيك لو قلت لك إن داعش عندها بعض الأفكار نفسها اللي هي بتدرس في الأزهر، مؤسسة الأزهر، عندها نفس الأفكار اللي بتدرس، وعندي مراجعها، لا وعشان ما ما بقاش بكذب أوريك المراجع وأقول لك أسماء المراجع. تخيل إن في الأزهر بيدرس إن بعض الحمام يتشطفوا بأوراق التوراة والإنجيل، هل ده مش ده يدفع أي مسلم يدرس في الأزهر إن هو يستحقر المسيحيين ويستحقر التوراة والإنجيل؟ لا طب هو الكلام ده الكلام ده موجود موجود في فين؟ الأزهر؟ في الأزهر، مجلد الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، صفحة 144. ده بالنسبة للسخرية من الكتاب المقدس والتوراة، وده عكس القرآن. يعني أنا قارئ القرآن، ده عكس اللي موجود في القرآن أصلا. على الناحية التانية، اللي بيعملوه انا داعش بقى إيه؟ كمسلم بقالي 30 سنة اول مرة اسمع الكلام ده على فكرة، اول تخيل بقى مرة أنا اسمعه. كمسيحي شفت كنائس بتتحرق وشفت بلاوي بتحصل، وفي الآخر شفت إن الكلام ده في المراجع. يا جماعة أنا مش بألف، ويا جماعة أنا اصل على هو استعداد، الكلام ده بيتودى الكلام لجهات ده ما ينفعش. رسمية وتتفرجوا عليه في جهات رسمية بيوصلها الكلام ده. أنا على استعداد للكلام ده، مش بتكلم كلام، أنا كلام بتكلم كلام مسؤول عنه. أقول لك بقى داعش، داعش كانت بتعمل إيه في الدول اللي هي بعدلتها، سوريا ولبنان وليبيا قصدي، والعراق والكلام ده كله. داعش انت كانت بتخش، دخلتني في، اصلا في حاجه بس دلوقتي، انت دخلتني في داعش في موقف اللي انا انت بتتكلم دخلتك في عنها. داعش لان حضرتك بتقول لي، انا مسيحيين اصلا بص، الغرب ومسيحيين الشرق. انا بقول لك هنا مسلمين الشرق للاسف انا مش متاثرين هدافع، بحاجات انا ارهابيه ما بيدرسوها جوه اصل انا معاهد دينيه. اصل انا اللي اقصده بس دلوقتي، انت دلوقتي خدت جانب ان داعش بتعمل وتعمل وتعمل، اكيد انا على الناحيه التانية مش هقف في صفهم وهبرر لهم، لا ما انا هقف في صفك انت كمان واقول لا دي فعلا يا جماعه، ما الجماعه المفروض تعمل كذا وكذا وكذا. فاحنا اصلا بنتكلم في نقطه احنا متفقين عليها مش مختلفين فيها، حلو، طب ما ومهما النقطة دي كان اللي احنا هي متفقين عليها، مش لازم يبقى في هيئة دينية
تطلع تبقى متفقة برضه وترفض المسخرة اللي بتعملها داعش. اكيد اكيد. بس انا زي ما قلت لك، انا بشوف ان وللأسف الموضوع كله سياسة قبل ما يكون دين في الحوار ده، ده بالذات زي سياسة ايه طالبان يا ابن الحلال والقاعدة يا قبل. استنى طب هقول لك حبيبي؟ على حاجة، احنا مش اصبر. لحد فترة قريبة كنا مفكرين طالبان ان طالبان والقاعدة حاجات دينية برضو، وطلع في الاخر ان CIA الامريكية والحاجات دي هي اللي كانت عاملاها في الاول. أمريكية إيه يا باشا؟ ما تستغفلنيش، أنا مش مغفل ولا صغير. لا أيمن مش مغفل الزواري ولا خريج حاجة، كلية إسلامية، أيمن الزواري خريج كلية إسلامية، الإخوان خريج كليات دعوة، التنظيمات القاعدة وغيرها طالعين من دول. الشيخ علي جمعة قال لك إن داعش خارجة من تمام. عباءة أهل بس السنة صراحة. اللي اقصده ان الموضوع الاول بيتلعب ايه، ده في مكان اهو، وروسيا بتتخانق عليه وامريكا بتتخانق عليه، وبعد كده في مقاومه بتطلع عليه، فالموضوع له بعد سياسي قبل ما يكون بعد ديني. ايوه داعش دول، داعش دول حمير يعني، حمير مركوبين من امريكا يستاهلوا ضرب الجزم. ما بقولش ان هم مركوبين، بس كتير جدا من دول العالم اصلا بيتم التلاعب بها، فما بالك لو منظمه زي ديت، ده اسهل حاجه يتم التلاعب بيها. يا باشا باشا انا مش حمار فما تستحمرنيش. هما بقى برضو مش حمير يعني، داعش يعني واحد زي ايمن الزواري لسه مقتول من قريب، واحد زي بن لادن، دول نغرة، دول بياخدوا البزازة ببقهم ولا ناس كبيرة؟ ناس كبيرة وفاهمة، وكانت بتطلع فاكرة إن هي بتطلع في جهاد إسلامي ضد الدول دي بلاش في مصر عندنا. لما طلعوا بتوع الأمن الوطني في الواحات، معركة الواحات، مسلمين بيضربوا في مسلمين، وكان مع الأمن الوطني كان في جندي أو 2 مسيحيين بس. خلينا في أغلبية اللي موجودين في المعركة دي، خد بالك في معركة كل الواحات تنظيم اسلامي هتذكره في موضوع ارهابي هتلاقي داخل فيه سياسه، خد بالك من الحته دي. حبيبي مركوبين حمير. دول حمير يعني، هم التنظيمات ايوه الإسلامية على الجهادية فكره، دي على حمير. فكره، لا الالعاب السياسيه كلها بيتم التلاعب بها مهما كنت. عشان كده بقول لك ابعد، افصل الموضوع ده عن الموضوع ده، لان الموضوع ده له ابعاد أفصلها تانية بقى كتير غير معاك، الدين. أفصلها 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 أفصلها. لما تيجي هيئة إسلامية تطلع تقول إن دول مش مسلمين بالمرة، دول خوارج عن الدين، دول خوارج عن الدين. لكن لو ما فضلوش يقولوا ان هم دول خوارج عن الدين، هنفضل كلنا والغربيين فاهمين ان دول بيمثلوا الاسلام. يعني انت لو جالك هيئة إسلامية معينة قال لك ان دول خوارج عن الدين، يبقى كده الموضوع محلول؟ على الاقل على الاقل على الاقل قدام العالم، على الاقل قدام العالم. انا بص، انا دلوقتي الواحد انا ما بحسش في الموضوع ده قبل كده، بس انا مستعد اجيب لك يعني لو دورت مليون عالم دين او مليون عالم دين قال لك ان دول خوارج وما لا يمثلوا حاجة. صدقني قال لك دول ما دام ما بيقولوا الشهادتين يبقى دول مسلمين. تخيل الردود خليني برضو المستفزة ليهم. بص خليني، لا اصل الموضوع فيه كلام كتير، والموضوع صوتك زي ما قلت لك فيه سياسه كتير، فزي انا ما كلمتك في موضوع المسلمين والمسيحيين هناك وهنا، هقول كان لك دول موضوع سياسة محمد، محمد بيور. هقول لك دول سياسة. انا انت بتقول لي دول سياسة، هقول لك دول سياسة لا يمثلون لا المسيحية السياسه بيبقى فيها طمع وفيها يا عم. هم اغراض عندهم زي ما أطماع، عندهم أطماع دنيوية، دول برضه عندهم أطماع دنيوية. انا شايف هم ان انت كده نقلت عادي. الحاجه خلينا لموضوع تاني خالص. خلينا لا لا مش وما موضوع تاني. حضرتك بتكلمني على المسيحيين الغربيين، المسيحيين الغربيين أنظف من وساخ داعش. داعش أوسخ كلاب أنا شفتهم في حياتي. إيه رأيك؟ المسيحيين لو فيهم ناس، بص ولا الغربيين فيهم ناس، فيهم ناس اسمعني بس الاخر. المسيحيين الغربيين اللي لموا الناس اللاجئين اللي في سوريا وليبيا وغيرها والعراق وقووهم في بلادهم، حتى لو هم شواذ انضف من وساخ الداعش. على الاقل ما فضلوش انا يتفرجوا على الناس دي وهي بتتبهدل. هو المنطقة غريب بصراحة، يعني هو اما يعني هو لو الاثنين قدامي لازم اختار صف منهم، مين انضف من مين؟ ما ينفعش الاثنين وسخين كده وخلاص. حبيبي الاثنين وسخين، منطق بس غريب. هتبقى ساعتها المسيحيين، هتبقى ساعتها المسيحيين الغربيين المحترمين اللي هم قديسين وبيعملوا زينا، اللي هم محافظين ومتدينين، هيبقى احسن، هيبقوا تاج قمة الهرم. بعديهم بقى المسيحيين اللي غربيين بقى اللي مش نضاف، لان وساختهم مش هتوصل لوساخة
داعش ان هم يقتلوا ويسبوا ويغتصبوا ويتاجروا بالاعضاء، وفي الاخر يقول لك انا باسم الدين. دين ايه اللي بيحلل كده؟ خلاص ماشي ماشي، انا متفق معاك في الموضوع ده، ما عنديش فهمت مشكلة قصدي في كده؟ الرأي وانت ده، حته دي لا ما تمام، عنديش مشكلة في الموضوع ده، يبقى بس احنا كده عايزين متفقين. تمام، عايزين هيئه. اتمنى يطلع هيئه واحده اسلاميه تطلع تقول ان داعش خوارج عن الدين وكفر لا يمثلوا الدين الاسلامي. بس انا عايز برضو انقلك لحتة مهمة برضو حاليا، وللاسف يعني اتفضل. حاليا انا بقولها مع الحزن، ان حاليا مفيش جهة معينة اقدر اقول ان هي بتمثل صوت عن المسلمين، مع احترامي بقى لأزهر ولا مجمع ليه؟ بحوث اسلامية ولا الأزهر كل بيعمل الكلام ده إيه؟ كله، أو لان برضو اللي بيتحكم فيه سياسة. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، سياسة خد إيه؟ بالك ده الرؤساء انا عمالين بقول، يقولوا عايزين نجدد الخطاب الديني، عايزين نجدد الخطاب الديني، عايزين نجدد الخطاب ما هو الديني، لغاية دلوقتي ما عملش أي حاجة في تجديد الخطاب. لا اللي اقصده ان انت مثلا، انا كشيخ مثلا ممكن اتسال سؤال وجاوب عليه بما يرضي آه. الدين مثلا، بس لما اجي اساله في منابر بقى او في وسط مجتمع ما تاني، السؤال ممكن يتغير بيبقى حاجة تانية. ما هقول لك مثلا يعني على سبيل المثال عشان ما تلوش الامور في بعضها، مثلا حاجه زي الفوائد البنكيه، الحاجه اللي مختلف عليها جدا جدا، لو انت سالت اي عالم دين اسلامي ايه رايك في الفوائد البنكيه، هيقول لك ان دي عندنا ربا وحرام، تمام؟ اه بس طبعا الدوله كلها بتتعامل بالبنوك، وي 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 هتيجي تسال الازهر مثلا هيقول لك لا ده ليه مش حرام. ف للاسف حتى مؤسسه الازهر في حاجات تانية، عشان كده لما جيت كلمتك في الحاجات اللي هي البيور الخالصة، مفيش حاجة سياسة بتأثر فيها أو نظام دولة بيأثر فيها، بس فده اللي أنا بقصده. يعني قصدك هم بيتلونوا حسب المواقف؟ مش بيتلونوا، بس في بعض الحاجات اللي ممكن ما تناسبش السياسة العامة مثلا أو حال المجتمع، فبيبقى الإجابة مش هي الصح. وممكن في كذا مثال، يعني كمان مش مثلا الفوائد البنكية مثلا يعني، انت واخد طب بالك؟ حاجة زي داعش ليه؟ حاجة زي داعش ليه دلوقتي لغاية دلوقتي ما حدش فيهم ليه علاقتها بالسياسة؟ ده بالعكس موقفهم دلوقتي بقى مهم جدا ان هم يبقوا ضد داعش سياسيا ودينيا. أولا المشكلة لأن اللي كل الناس انا بتاخد خد بالك، ما فيش اتفضل. مسلم خد موضوع داعش ده موضوع جد. انا بص، انا مسلم وقابلت مسلمين يعني، اكيد كل حياتي مسلمين، انا عمري ما شفت مسلم اصلا بياخد موضوع داعش ده جد، لان بالنسبه له موضوع داعش ده ما هم الا مجرد ارهابيين متطرفين، عمره ما جه اصلا شغل مساحه في عقله، لان اصلا عارف انت اللي هو لانه ايه، ما اتضربش منه، دي حاجه مفروغ منها، لا عشان دي حاجه مفروغ منها. الوجع ما جاتش فيه، الوجع ما جاتش في الازهريين، الوجع ما جات انا في المسلمين المعتدلين. استني بقى، استنى عليا الله يكرمك، لان انا كنت في الازهر فتره ايام فض اعتصام رابعه. فض ايام اعتصام رابعه قبل الفض انا كنت موجود في الازهر، كنت بدرس جوه حاجه خاصه باداره الاعمال. كان في ناس من الازهر بتروح تبقى موجوده مزارة رابعة بعد ما يخلصوا المحاضرات هنا، وفي ناس كانت تانية غالبا بتمشي. فاللي اتأثر برضو مسلمين معتدلين، في اللي كانوا في جامعة رابعة العدوية، مين اللي قتلهم؟ إخوان مسلمين قتلوا مسلمين. طب أنت مستني إيه؟ لما الناس من شيوخ الأزهر يتقتلوا بيد داعش يعني؟ ساعتها هتقول له دول كفرة؟ وصل لك عايز اقول ايه؟ ما انا بيتكواش وصل لسه لي فيهم. معايا، انا اكيد. بص، ودي حاجه قبل ما تكون دينيه حاجه انسانيه، مفيش حد بيتاثر بالموقف الا لما بيتكوي بيه عامه. خد بالك انا هتفق معاك في صدقني نقط كتير انت كنت تستغرب لها. انا في اشخاص، انا في شخصيات من غير ديني، من غير دين وبقف جنبهم. وعايز اقول لك انا شخصيا تعرضت لموقف في الحياه يعني بقالي 5 سنين بسبب وقفتي جنب واحد كان في شركة كان في مؤامرة معمولة ضده واللي عملوها مسلمين وهو كان مسلم، وأنا اللي وقفت جنبه وهو اترقى وأنا اتردم عليا، اتعملت عليا مؤامرة جامدة جدا تمام. اتنين بالظبط، مسلمين بس أنا وقفت جنب اللي معاه حق، دي وقفت حاجة جنب تبدأ اللي عن عنده حق. الشخصية.
ما هترجع للشخصية على عيني. ما انا بقول لك انا بنصر، بحاول انصر الحق على قد ما اقدر، سواء انا اتكويت او ما اتكويتش، لكن اللي انا شايفه من اللي بيحصل مع داعش وبوكو حرام وجبهة النصرة وغيرها والقاعدة وغيرها، مش تكفير يا باشا، مش تكفير. بدليل ان انت دلوقتي اتفرج، انت حد محترم مسلم معتدل محترم، اتفرج على كمية الغلطات اللي انت هتشوفها عندي على الفيديوهات في التعليقات من مسلمين، لا نسيوا الاحترام ده خالص، متشبعين بنفس الافكار بتاع داعش. داعش بقى لما يطلع الازهر يقول الكلمتين دول هيفرقوا مع كل المسلمين، اللي مش ما عايز يبقى معتدل هيبقى معتدل، لان شايف هيشوف ان الاسلام في وجهة نظر الازهر مش داعش. لكن لغايه دلوقتي في ناس فاكره ان داعش هو الاسلام. لا صدقني، خد بالك، انت مدي اهميه لتصريح من الازهر اكبر من حجمه. ما تفكرش حتى لو الازهر طلع ده الموضوع كده ارتاح والموضوع كده ايزي وخلاص الموضوع، صدقني ولا اي حاجه، لان زي ما قلت لك في بعض الحاجات كتير جدا هم بيقولوها بتبقى الصح، في حين اصلا المسلمين كلها متعارف عليها ان ايه الصح والغلط ومش مستنيين منهم الكلام. يعني بيعكسوا الحق باطل والباطل حق، انا عايز افهم، انا في بيعكسوا الحق بعض باطل والباطل حق. في بعض الحاجات القليلة ما بتبقاش هي الصح، بس معروفة لو انت سألت اي واحد مسلم. بص، هو في حاجة في الاسلام عندنا مختلفة شوية في المسيحية، تمام، ان ايه، ان مفيش عندنا كهنوت، تمام. بس عندنا شيوخ، بقيتش كتير. ما هو يعني الشيوخ عندنا اللي هو ايه، ما دام انت عالم دين وعندك انت بتجيب المعلومه من القران عندنا ومن السنه، يعني الموضوع عندنا مش اللي هو مجرد شيخ، لا، ما هو الشيخ بيجيب لك الدليل من القران والسنه، خلاص انا كده بصدقك. والله بقى انت جبت كلام من عندك، جبت كلام على بتالف، جبت كلام اجتهادي، لا، ده مش، ما عندناش في الاسلام كده. ما يعني دي نفس بمعنى النقطة في اصح، المسيحية، لو حد جه من الأسس أو كان أو حتى بطريرك الكنيسة كبير الكنيسة كلها طلع قال كلام عكس اللي موجود في الكتاب المقدس تفسير القديسين الآباء القديسين، يحتفظ بهذا الرأي ماشي، لنفسه بس ولا لا خد يلزمه؟ بالك، في حته هتختلف شويه، ان اللي معظم هي المسلمين حافظين القران وحافظين السنه، بعكس ما أنت، ما المسيحيين أنت مش، بص بص، أنت بتحكم، اغلبهم مش بتحكم على حافظين. إيه؟ حضرتك عديت كام واحد؟ ما انا بقول لك انت بتحكم جزافا، يعني كذبا لا انا بالمغزى، انا اسف يعني. لا، شفت كام قابلت كتير مسيحي؟ والله مسيحيين، شفت كام قابلت مسيحي؟ انت كتير اتعاملت مع كام كتير مسيحي؟ مسيحيين، قابلت كتير مسيحيين ما بقاش عارف يعني ايه. يا لا، عم ابسط حاجه، انت هقول لك على كام حاجه، كام واحد كام واحد؟ ابسط دايما سؤال كان بيتسال، ابسط دايما سؤال كان بيسال حتى في محاضرات كبيره، كان يقول لك انت قابلت كام مسلم حافظ القران كله، وقابلت كام مسيحي حافظ الكتاب المقدس كله. معلش، مع كامل احترامي لحضرتك، طز في اللي حافظ هنا وهنا، لو حافظ حفظا سمعا وكلاما ما سيبك من حفظ بيطبقش. المسمع دلوقتي كلام، انا بتكلم ان على الاقل القاعده من المسلمين عارفه وحافظه القران كله، بعكس طب سمع لي المسيحيين صوت ممكن تقول. المدس، سمع لي شوف صوت انا بقول ايه، المدس، انت كده شخصنتها سمع لي عليا صوت انا. المدسر، شوف انت سمع كده لي صوت شخصنتها عليا. المدس، لا بص، شوف انا ما بحبش سمع لي الشخصنه، صوت خد بالك، المدسر. لا لا لا، انا بالله سالتك عليك، سمع لي صوت المدسر، سمع لي صوت المدسر حالا. انا على فكره حافظ صوره يا المدثر، محمد بس انت خبطت في المسيحيين في الشرق والغرب، سمع لي صوت لا المدسر حالا. لا، بص، مش لا خصص، مش ايه عايز انت ادخل بتقول معاك في انت شخصنه. حافظ، سمع لي صوت لا اسمعني المدسر. بس يا الله، انا مش بس الحوار، انا بقول انت شفت كام واحد مسيحي حافظ الكتاب المقدس كله، وشفت كام انت مسلم مش حافظ حافظه، القران كله. انت مش طب ماشي، حافظه، انا كمحمد، سمع لي صوت انا مش، المدسر. اسمعني بس، اسمعني، انا كمحمد مش حافظه، بس في كام واحد مسلم انت شفت حافظ القران كله؟ كام كتير كام؟ باجازات طب تعرف ان كل كتير. المسلمين او معظم المسلمين، ثانية واحدة بس، تعرف الفرق ما بين النصارى والمسيحيين في القرآن ولا ما تعرفش؟ الفرق بين النصارى والمسيحيين، اه، تعرف الفرق ما بينهم ولا لا؟ قول لي انت الفرق بينهم كده. ما ده ينم ان حتى لو المسلمين حافظين القرآن مش عارفين الفرق ما بين النصارى والمسيحيين. بص، اقول لك على حاجه، في دايما ايه، فجوه كده بتحصل او غلطه كده بتحصل، بشوف دايما المسيحيين بيخشوا فيها ديبيت معانا وفي الحوار ده، تمام. بص، احنا مؤمنين ان كل نبي بعث والناس مشت عليه ده داخل الجنة، تمام. فاحنا مؤمنين ان المسيحيين اللي عاشروا سيدنا عيسى وامنوا بيه
وماشوا بتعاليمه دول هيخشوا الجنة. تمام كده؟ فاحنا لما بنقول ان انت داخل النصارى الجنة؟ هيخشوا سؤال الجنة، سؤال لما جبت انت سؤال الجنة، انت داخل الجنة؟ الله اعلم، انا ان شاء الله هيخشوا الجنة، الله اعلم، دي حاجة بإيد ربنا قوم بس. اتقل بس، اتقل بس. رسول الاسلام قال: افترقت امتي على 73 فرقة، 72 فرقة منها في النار وواحدة في الجنة. انت في 72 ولا الواحدة اللي في الجنة؟ يعني الإنسان بيعيش على رجاء من ربه إن هو يكون في انت الفرقة دي. ماليش دعوة بالانسان، انت في الجنة ولا في النار؟ في 72 واحدة في النار، المسلمين في النار تمام، ما أنا بقول لك أهو، أنا على عايش حسب على رجاء الحديث. إن أنا أكون في الفرقة، في الفرقة دي. ايه هو أنا الرجاء أقدر بقى اللي انت أجزم؟ عايش عنه؟ هتعرف انت هتعرف، هتتفاجئ في الحساب ولا انت عارف من دلوقتي؟ بس تبقى مصيبة ما لو أنا بقول هتتفاجئ لك في أهو. الحساب. لا لا لا، بص بص، اقول لك انت في ايه، الموضوع كله في النية والقلب. ثانية واحدة بس، تمام، ثانية يا أخ محمد، محمد علي، أنا بقول الحديث كامل، أنا راجل أكاديمي بقول الحديث كامل. التدليس لا، أنت اللي بتعرفه يا محمد علي، خد ميوت وما تقلش أدبك تاني. اتفضل يا أخ محمد. ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك انا بأمل ان انا اكون من الفرقة دي اللي هتخش الجنة ان شاء الله. يعني مش عارف، يعني أنت مش عارف، دي كارثة. لا استنى بس، استنى استنى، يعني أنت انت تتفاجئ خدتني يوم من من النقطه، أيامها. انت خدتني من... طب ما سيب سيبك، انت برضو شخصنتها عليا تاني. انا دلوقتي بشرح لك نقطه، دايما المسيحيين كلهم ما بيبقاش فاهمين شخصها تاني ان حبيبي، احنا في مشكلة محمد، أنت في مشكلة واقع فيها، بس مش شخصنا، مش شخصنا. المشكلة اللي أنت واقع فيها ولا مش معاك فيها دلوقتي، هي إن الدين أصلا في حد ذاته اختيار شخصي، ولازم البني آدم تمام. يكون عارف هو رايح ولا مش رايح، يا إما يكون في طريق غلط يا إما يكون هو مش فاهم الطريق، ماشي؟ فالفكرة مش فكرة تمام شخصنا، الفكرة فكرة حضرتك بتقول لي أصل في دول. ابتديتها بإيه؟ أنت ابتديتها بإيه؟ ان الغربيين المسيحيين، المسيحيين الشرقيين احسن، وبعد كده لا، المسلمين الشرقيين احسن من المسيحيين الشرقيين. صدقني ولا ده ولا ده، اللي بيراعي ربنا صح وماشي معاه صح بطريقه صح هو الاحسن، والطريق اللي هيوصله للجنه مش متذبذب فيه، لكن تذبذب الخط. لا احد يضمن الجنه الا المسيح نفسه. تمام، لأن ماشي. الله وعلى خلق فكرة كل احنا عندنا شيء. تمام، انا بس بشرح لك حتة ان دايما الناس بتقول لك طب ما انتوا عندكم، انتوا عندكم معترفين ان النصارى هيخشوا الجنة. فايوه، النصارى اللي قابلوا سيدنا عيسى وقابلوا المسيح وامنوا بيه، دول عندنا احنا في معتقدنا ان هم داخلين الجنة ان شاء الله. بس كلام انما ملوش أي مرجعية. يعني ايه ملوش اي مرجعية؟ إيه مرجعيته؟ ايه مرجعيته ده الدينية؟ انا هات مرجعيته الدينية ده في انا مصر، ده انا هات لي ده انا بقول مرجعيته. ده انا بقول لك اعتقادنا، معتقد عندنا، تقول لي ايه ملوش مرجعية؟ أنا بقول لك لا، المعتقد اللي أنت بتتكلم عنه مش موجود في الإسلام بالطريقة دي خالص. خالص. مع احترامي. المعتقد اللي بتتكلم عنه المسيحيين بس اللي كانوا موجودين في أيام السيد المسيح هم اللي داخلين الجنة؟ لا، مش ده بس. حضرتك فتش الواقعة 13 و 4، 13 و 14 39 و 40، ما بيقولش بس وفي نفس الوقت لو حضرتك فتحت سورة العنكبوت 46 هتلاقي ان برضه ما بيتقالش كده بس. الكل اللي هيتبع المسيح بطريقة سليمة هيروح الجنة، يعني مش المسيحيين اللي كانوا موجودين ايام المسيح بس. فاهم قصدي؟ داني انت مودريتور ولا خد مودريتور، ولو حد غلط ميوت زي ما انت عارف. انت ما ميوت. ماذا اين ذهبت؟ أين ذهبت؟ ممكن نخش في السؤال التاني، لان هو السؤال التاني ده هو الهدف من المكالمة اصلا، وممكن نتكلم فيه اكتر. يعني ماشي، بس رضيك بقى جنة، لأن السؤال جنة ده مهم. في ناس كتيرة بتسيره من إخواتنا المسلمين، وللأسف حتى الإجابة مش موجودة في القرآن بالطريقة دي.
هو شاب صدقني، هو 46 السؤال ولا التاني، تجادله هو أهل الكتاب. أجاوبك بس، ولا ماشي. تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أو كلمة مسلمون اللي في الآخر مش معناها إن أنا لازم أقول الشهادتين، معناها التسليم لله، عشان بس ما يخطرش عليك الأمر. في نقطة بقى مهمة جدا، في آية بتتكلم على صلب المسيح، على موته يعني، في سورة آل عمران 55 نص قرآني مع احترامي لإيمانك، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك وجاعل للذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعك فأحكم بينكم فيما كنتم تقولون. يعني كمان إيمانك يا مسلم، اللي متبعين المسيح سيكونون أعلى. هو بس عشان رأيك؟ الفيديو قطع، بتقول على حسب الإيمان ايه تاني كده؟ على حسب إيمانك الإسلام، الذين اتبعوا المسيح سيكون لهم مكانة أكبر. على حسب سورة الواقعة 13 14 اتقال صلة من الأولين وقلة من الآخرين. يعني قال إن كتير يهود مسيحيين نصارى داخلين الجنة وقلة من المسلمين في سورة الواقعة. الحديث طب بص، قال اختراق الأمة على 72 73 فرقة، 72 منها في النار، واحدة بس اللي في الجنة. شوية طيب بص هقول لك، بس انت المشكله ان المسيحيين مش فاهمين الايمان المسلم ماشي ازاي، فعشان كده كتير جدا من الايات وكتير جدا من المعاني بيتلخبطوا فيها. فهمني، فهمني تمام فهمني عشان افهم وقريت التفسير. فهمني، قول اللي عندك. تمام بص، الايمان المسلم ايمانه اللي هو بيعبد ربه فقط لا غير. تمام، ما فيش غير عن المسيحيه ولا غير. لا بس ما خليك بس معايا فيش غير عن بمفهوم انا، المسيحيه. عشان ما نروحش لمفهومك انت، خليك بس معايا بمفهوم انا. تمام، هو سيدنا ادم لما نزل للارض كان هو اصلا عارف ربه وكان بيعبد ربه، وبدا بعد كده يتناسل واولاده يكتروا، وطبعا الشيطان نزل وكان هو اللي بيوسوس عشان هو ده الشر. تمام، الايمان الاسلامي بقى كان دايما عندنا في اعتقادنا ان ربنا بيبعت رسل او انبياء لما يكون في ناس هتضل الطريق عن ان في ربنا يرجعوا له تاني. نفس الإيمان المسيحي خير. وان هم ازاي هيعبدوا ربنا، خد بالك برضه، لان دي حتة مهمة، لان انا ممكن اكون عارف ربنا بس ايه هي تعاليمه، ازاي انا اعبده، محمد، دي حاجة. محمد قريت كتاب مقدس؟ قريت كتاب مقدس؟ سلام ونعم. قريت كتاب مقدس؟ انا ما قراتش الكتاب المقدس، قرات منه مقتطفات في بعض المناظرات بس ما قراتوش. اقرا الكتاب المقدس هتلاقي الكلام اللي حضرتك بتقوله بالتفصيل. نعبد تمام، الله ازاي؟ لان ما وحدانية ما الله، والتسديس ما هو والوحدانية ازاي؟ لان فيها منبع الاديان كان واحد، سواء اليهودية او المسيحية او الاسلام، التلات اديان منبعهم واحد في الاصل. يعني انا احنا كمسيحيين بنؤمن باليهودية والمسيحية فقط، ولكن حاجات مشتركة مع الإسلام، مشتركة مع أديان أخرى. يعني بدليل حتى هتلاقي برضو لو تابعت قناتي على اليوتيوب، القناة هتلاقي تحت زرار انستجرام، تدوس على انستجرام هتتابع يوتيوب، هتلاقي حتى في العقيدة الإسلامية في العقائد المسيحية موجودة فيها، طيب موجود ماشي، التثليث، ما موجود هو الصلب، انا موجود القيامة، كل ده خليك موجود في بس معايا الإسلام. في معتقد الاسلامي، وانا اوصلك للنهايه في انت بعد كده ممكن اي تقف معاك سهل. ان كان كل رسول او نبي بيجي كان بيبقى معاه ازاي تعبد ربنا والتعليم والحرام والحلال. سيدنا ادم، ابن سيدنا ادم شيت، مش عارف عندكم في المسيحيه ولا لا، وهكذا بقى تتوالت الانبياء والرسل بقى،
نبي ورا رسول، نبي ورا رسول. على فكرة كتب ربنا مش التوراة والإنجيل والقرآن عندنا في معتقدنا وبس، لا ده كان في صحف وكتب بتنزل من قبل كده، كل رسول كان بيبقى معاه كتب وصحف. ايوه، كم نبي عند الاسلام؟ كم نبي تعرف؟ كم كام نبي نبي عنده قريت ايه؟ له؟ كم نبي قريت له رسايله؟ لا احنا انا ما اعرفش كام نبي رسولنا، بس انا يعني هو الرسول عندنا قال لنا كده ان كل نبي كان بيجي بكتبه وصحفه اللي فيها التعليم وازاي تعبد ربنا. وحتى ماشي، بقى تمام كده؟ خليني اقول لك سؤال مهذب وبسيط. تمام. اوكي، وده سؤال مهذب وبسيط. ماذا أتى الإسلام بجديد عن المسيحية؟ ما انا مع ما هو التأكيد إن المسيحية فيها التوحيد. المسيحية فيها طب التوحيد، التوحيد مش حاجة اسمعني بس. جديدة طب جاي بيها ما انا الإسلام. انا اقول لك، انا لا ما عندي النقطه اللي لسه هنتكلم فيها في الاخر يعني بشكل مستفيض شويه. فاحنا عندنا في معتقدنا في الاسلام ان كل رسول او نبي جه والبشر اللي حواليه سمعوا كلامه وسمعوا ازاي يعبدوا ربنا، دول ان شاء الله في الجنه. من اول سيدنا ادم، اه سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا يحيى، اي نبي جه بتعاليمه، سيدنا يوسف، اي نبي جه عندنا ده وسمعوا كلامه فهم ان شاء الله في الجنه. يعني الجنه مش على المسلمين بس، لا من اول سيدنا ادم لحد ان شاء الله الى ان يرسل الله ويجي يوم القيامه، اي حد تبع النبي اللي ظهر في وقته وتعاليم ربنا ده ان شاء الله يخش الجنه. تمام كده؟ طب وفي الأيام اللي ما كانش فيها أنبياء هيروح في فين؟ الايام اللي كانش فيها طب ما هو دلوقتي احنا في زمن ما فيش فيه انبياء اهو، بس هل تعليم سيدنا محمد مش موجود لحد دلوقتي عندنا؟ يعني هو تعليم المسيح مثلا، ممكن طب مثلا يا محمد، يا محمد أنت شرحك جميل جدا، بس المشكلة بدون أدلة، المشكلة بدون أدلة، ما لا عندك بص دليل على هذا كلامك كله. دقيقة، خليني أسألك سؤال واحد. سورة التوبة الآية 29، طب بس استنى بس قبل ما تدخلني في ايات وتفاسير، انت فاهم مني المعتقد الاسلامي اللي انا بشرحه لك الاول ولا لا؟ أنت ما تشرح لي، أنت ما تشرح، تعرف ليش؟ لا لا لأنني كنت مسلم وتركت الإسلام، فأنت ما راح تشرح لي، انا مسلم وتركت أنت ما الاسلام. راح تشرح لي. أني أتكلم عن لا نفسي، ورد أنا لا لا بص اسمع اسمع أني اسمع مرتد عن الإسلام. يا عم، استنى خليني بس استنى أسألك سؤال بسيط، يا بما عم أنه أنت تقول، بس دقيقة، اهدى اهدى اهدى. تمام. أنت تقول أنه كل إله المسيحية واليهودية والإسلام إله واحد، هذا أنت انا تمام. تقوله، أنت تدعي بيه. بس احنا لو نروح للقرآن ونقرأ سورة التوبة الآية 29، تقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله والرسول من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب هنا الإله اختلف، ما هو شلون انت مشكلة الناس اللي هي قطعتني قبل ما انا اخلص الاعتقاد الاسلامي، ما ما أنت انا بشرحه الاعتقاد واحدة مالتك واحدة. ده يا ابن الحلال، أنا دخلت بغير بحسابي الأول وسمعتك تتكلم وطلعت وغيرت الحساب ورجعت ولقيتك تتكلم بنفس الكلام بس بدون دليل. وين دليلك على كلامك؟ تفضل، أنا راح أسوي ميوت وأنت خذ راحتك، طب بس أي لا بس غلطة هو راح أقاطعك بيها. يا سيدي ماشي قاطعني بس انا ايه ضمن النقط لما خلص انت، انا اللي دلوقتي غلطها انهيت. محمد، في أخت لطيفة كانت نعم بتسألك سؤال برضو، يعني تكملة السؤال بتاع أخ وردان، كنت قايل على صحف إبراهيم. أنت قلت صحف إبراهيم، هل قريت صحف إبراهيم؟ كمل بقى أخ وردان سؤاله. اتفضل. لا ما قراتش صحف ابراهيم، بس حتى صحف سيدنا شيت اللي هو ابن ادم الاول انا ايماني لازم يعني بيكر عليا ان انا بعترف بيها وبؤمن بيها حتى لو انا ما شفتهاش. هو انت لازم ايمانك بحاجه لازم انت تشوفها بعينك؟ ايه مكتوب فيها هتؤمن بيها وانت مش عارف ايه المحتوى؟ ايه المحتوى اللي كان موجود فيها؟ ايه المحتوى؟ يعني حتى في الكتاب المقدس، انت القرآن بيقول لك تؤمن بالذي انزل اليك وانزل من قبلك. هل انت قريت الكتاب المقدس تمام. اصلا؟ لا
بس انا زي ما قلت لك لماذا؟ مع انا انك مش ملزم بشيء. لا ما هو استنى بس هي بس طب خليك بقى معايا ثانية واحدة. ما هو انا هاجي في الكلام، ماشي الراجل دخل قاطعني في الحتة اللي انا كنت يلا عايز غير اصلحها، خلفه. تمام. انا وقفت طيب عند حتة عشان ان نسأل، انا وقفت عند حتة ان اتفضل الهنا بس عشان بيبعت انت رسول اخ او نبي، وردان وبعد كده نكمل. ان بيبعت رسول او نبي بصحف وازاي تعبده والشرائع بتاعته. وقفت لحد كده؟ طيب كان كل لما بيحصل ضلال او انحراف عن العقيده بيجي رسول تاني عشان يهدي للناس العقيده بتاعتهم، تمام. احنا بقى دي قصه بقى المسيحيه وسيدنا عيسى او سيدنا المسيح. احنا بالنسبه لنا سيدنا عيسى او سيدنا المسيح نبي زيه زي اي نبي قبله، هو جه كذب، أنا بشريعته. آسف، كذب زيه زي اللي قبله، ماشي اسمعني زيه بس زي اللي قبله. دلوقتي، اسمعني بقى. ما هو ما ده بقى فيش النقطة اللي احنا واحد في القرآن، هنختلف. ما فيش، لا لا مش هنختلف، ده القرآن نفسه اللي بيقولها والسنة. ما فيش واحد في القرآن والسنة من الأنبياء زي المسيح. المسيح فوق الكل بما فيهم رسول الإسلام شخصيا ازاي؟ بالشهادة والسنة. ازاي؟ إزاي؟ إزاي؟ أجيب لحضرتك المسيح إيه في القرآن؟ عمل إيه في القرآن؟ المسيح في القرآن سورة المائدة 110 المسيح هو الخالق. في سورة آل عمران 49 المسيح يحيي الموتى. في سورة تمام. آل عمران 49 المسيح عالم بالغيب. سورة آل عمران، سورة مريم 19 المسيح بلا خطية. ده في القرآن. في السنة، تمام. ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سورة عمران 36. تمام المصدر بتاع الحديث صحيح البخاري، ماشي الراوي أبو تمام. هريرة، خلاصة ما حكم هو المحدث صحيح، شهادة حية صريحة من رسول الإسلام بأن المسيح لم ينخس من الشيطان، بل رسول الإسلام نخس من الشيطان لأنه لم يستثنى من هذا الحديث. تمام. انت دلوقتي هل الاول الأنبياء مثلا عملوا كده ولا المسيح بس؟ اسمعني بس صباح تخليك معايا. انت دلوقتي قلت المسيح خالق، المسيح يعلم الغيب، إيه كل معجزات سيدنا المسيح. طب ما هو الانبياء كلهم كان عندهم معجزات وعملوا نفس اللي عمله المسيح، كانوا بيعلموا الغيب ما عندهم، وكان لا ما حصلش. هات لي ان الانبياء كلهم مولودين اذكياء، مولودين بلا نخس الشيطان. هات لي ان الانبياء كلهم يعلمون الغيب. هات لي ان كل الانبياء يحيون الموتى ويخلقون. ما فيش الكلام ده، لان دي صفات الهية. طب خلق استنى بس صفة استنى. الهية. اصل بص خد بالك، احنا لو اتكلمنا عن الصفات الالهيه فالاله لا يموت. قبل ان يتجسد غير قابل للموت. بعد أن ايوه تجسد قابل للموت ناسوتيا فقط تعال بالتحاد الناسوتي مع الله، بس يعني في بعد الاخر هو الاتحاد أصبح الله قابل للموت بناسوته والمتحد بالله. طيب قبل يعني انت الاتحاد حتى الكتاب المقدس قال إن ما ماشي ينفعش الله يموت، يعني لكن انت بعد اديت صفة الاتحاد الله الخلق، بقى ليه صفة إن ماشي ينفع يموت ناسوتيا. ماشي يعني انت اديت صفة الخلق وهو متجسد في البشر وفهمت بيه ان هو اله، انما في صفة الموت بقى عادي روى ازاي؟ بس، روى بس، خلينا بس طب مع بس الاول بعضينا نفهمها. خليني بس ارجع خطوة واقول لك ان كل الانبياء كان لهم من الكرامات هات لي صراحة، هات لي ان كل الانبياء عملوا اللي عمله المسيح. بسيطة سهلة، سؤال سهل، هات لي ان موجودة على الانبياء فكرة، عملوا اللي عمله المسيح. موجودة على فكرة في القرآن برضو لو انت هاتها مطلع لي، قوي كده. برضو سيدنا هات لي ابراهيم، الشواهد. اسمعني ما انا اقول لك، عمل سيدنا ايه؟ ابراهيم في سورة البقرة لما سأل ربه انك ازاي بتحيي الموتى، فطلب منه اللي هو يجيب طير ويشكله والطير بقى حي تاني. ايوه ابراهيم بقى، ماشي. انت قلت ان ابراهيم احيا، ابو الانبياء احيا الموتى، اوكي. هل ابو الانبياء احيا الموتى؟ اكمل. وعلم الغيب وخلق ولم ينخس من الشيطان وجيه في الدنيا وفي الاخره وحكم مقسطا، هل اتجمعت في شخصيه ابراهيم كل هذه الصفات؟ لا، ما فيش شخص اتجمع فيه كل الصفات دي مع بعضها غير المسيح.
هو انا معلش يعني، انا اسف في اللفظ، انا حاسس ان انت زي ما تكون بتقول حاجه بتجمع وتكسب. هو ايه اللي يجمع حاجات لا مش معينه جمع دي؟ وتكسب، اصل ما تقارنش بمزاجك يا استاذي، ده القران ما قالش كده، دي صفات لا قالها اسمعني القران بس، عن المسيح ما قالهاش عن غيره. انت قلت لي في صفه الخلق، فانا قلت لك ان سيدنا ابراهيم بصفة انا برضو قلت لك حصل معاه مجتمعين يا نفس الحوار. حبيبي، يا حبيبي يا اخ محمد، اخ محمد، لما يكون واحد بقول عنه اللي هو القاضي، القاضي ده بيعمل ايه؟ القاضي ده ما قاعد على المنصة بيحكم، القاضي ده في ناس تحت سلطانه، قضاء ووكلاء، في تحت سلطانه مستشارين ووكلاء نيابة والمحكمة والحاجب والناس دي كلها تحت سلطان. انت ممكن تقول لي اصل القاضي يعرف يفتح باب المحكمة، هقول لك ماشي، هتقول لي برضو ما الحاجب يعرف يفتح باب المحكمة، لكن القاضي هو بس اللي يعرف يفتح باب المحكمة ويحكم ويقعد على المنصة ويحكم ويواجه وكيل النيابة ويواجه المستشارين ويحكم على المتهم، ده القاضي. لكن الأنبياء في القرآن تشابه صفة المسيح، ولكن كلهم لم يجتمع فيهم كل هذه الصفات. طيب ما هو بالمثل كان في بقول لك صفات في ايه؟ الأنبياء ما اجتمعتش في سيدنا المسيح. الخلق العصمة من الخطيئة كان موجود في أي حد غير المسيح، دي أصعب حاجة. الثاني هل كان في حد بدون خطية غير المسيح؟ على فكرة يعني اديك حاجة انت ممكن تندهش ليها، احنا عندنا كلنا مؤمنين ان الانبياء كلهم بلا استثناء ما ما لهمش حصلش. خطيئة. أئمة ما تقولش المسلمين يا الله معصومين، ليسوا معصومين في الحياة الشخصية. بص بص، باجماع العلماء الدين عندنا ان الانبياء والرسل معصومين من الخطيئة، كبائر الذنوب يا راجل انت متأكد؟ مش حياة شخصية. زين قل لي سؤال بسيط يا سيدي تفضل محمد. هل نبي الإسلام محمد كان معصوم؟ شنو هي العصمة المطلقة لو عصمة بالتنزيل؟ مش انت كنت مسلم سابق وعارف الاحاديث؟ ما أنا دا أسألك، أنا أعرف انا أنه ما هقول لك محمد اهو. لا معصوم طيب ولا هاي، ما ما تعرفش عنده أي الحديث، عصمة. اللي موجود في البخاري في الصحيح ان هو صغير جاله ملاكين وشقوا عن قلبه يا وخدوا عمي قلبه. ما لي علاقة بالقصة هاي، أنا سؤالي انت عارف الحديث ده العصمة ولا مش عارفه؟ عارفة ما لك علاقة بها، هذا موجود حلو في السيرة النبوية، في سيرة ابن هشام، روح اقرأ، موجود تمام كليته أحسن من الحديث. مو هنا تمام المشكلة، مو هاي مشكلتي. محمد نبي الإسلام هل هو معصوم عصمة مطلقة أم عصمة بالتنزيل فقط؟ عصمة مطلقة. متأكد؟ مطلقة؟ ما متأكد، ما متأكد. اوكي زين، مو بصورة الحج الآية 52 انه محمد تكلم على لسان الشيطان. فعندنا في سورة الحج محمد تكلم على لسان الشيطان. وما من نبي او رسول الا اذا تمنى القي الشيطان في امنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله اياته. يقول لك هناك كان بمكة، فده يقرأ لهم تلك ال ال صوت راح وردان. تلك ها سورة الحج 52. انت هتجيب لي قصة الغرانيق يا عيني عشان بس عليك اختصر، الغرانيق، يا السكة عيني عليك، الغرانيق. يعني يعني انت قرأت الغرانيق القصة رأولك. كلها، استنى بس، يعني انت قرأت القصة كلها وما قرأتش ان هي قصة مكذوبة لا تصح؟ يعني انت لا لا قرأت مو القصة كلها لا لا وقالت ان لا هي لا قصة لا 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 مكذوبة لا تصح؟ اسمع 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 اسمع، القصة حقيقية، واللي قالها ابن عباس، اوكي، في تفسير البيضاوي انه شرح الآية كله موجود بالتفسير مال البيضاوي، واللي يقول لك انه هاي القصة مكذوبة قل له انت كذاب.
اوكي، ثواني يقول بس لك هاي ثواني بس، لانه هاي ولا بسمع ابن ك... ولا ولا اسمعني ولا اسمعني ولا لو ابن بعت لك كثير، المصادر اسمع ابن اصل انت كثير، هتقول وانا هقول، انت هتقول وانا لا هقول مو انا تمام. راح اقول، انا اصل اذا انا تريد اصل اطلع لك اياها ما انا اطلع لك اياها، مراجع يا المصدر محمد، موجود مراجع هيات عندي، مراجع مراجع. هاي المصادر المصدر اسلامية، اوكي، صح ولا لا؟ تفسير البيضاوي هذا مسلم مو واحد مرتد، لا هذا مسلم وتفسيره مأخوذ بيه عند كل المصادر الإسلامية. خلينا نطلع التفسير من كتاب التفاسير. مشكلتك اللي انت هتخش في حديث ثانية أخ وردة، نطلع مجزوم التفسير وما وأنا بس تتكلم عايز فيه. أقول لك برضه محمد، محمد لوبيد عمل إيه؟ محمد لوبيد بن العاصم عمل إيه؟ سحر الرسول صح؟ أين العصمة هنا؟ لوبيد بن العاصم سحر صح ولا مش صح؟ سحروا ازاي؟ سامعيني يا جماعة؟ ايه بسم الله صحر فين العصمة هنا؟ الوحيد المعصوم هو السيد المسيح له كل المجد بشهادة الإسلام والمسيحية واليهودية. المشكلة اللي انت بتناقشني في نقطة احنا كمسلمين اصلا مش بنختلف عليها، ان سيدنا المسيح واحد من يعني اقول ايه يعني اللي هو من ضمن الانبياء المكرمين عندنا، فاللي هو أعظم انا الكل فوق المقارنة يا محمد، الكلمة بيني وبينك اللي احنا بنتكلم فيها ان طيب حضرتك بتقول لي طيب المسيح زيه زي بص اي نبي، لا حتى بشهادة القرآن اعظم من الانبياء، اعظم كل الانبياء طيب طب بشهادة انا رسول هبسطها لك الاسلام عشان المسيح هو طب اعظم انا كل انا الانبياء. طب انا هبسطها عليك وهنخش في المعتقد ذات نفسه عشان ما نخشش في ايات بس وقران وحديث وكلام من ده كله تمام. دلوقتي احنا لو واحد هيتولد ما يعرفش اي حاجه عن الدين خالص تمام كده، وعايز يعبد ربنا وعبد ربنا، ده هيخش الجنه ولا يخش أيوة. النار؟ اسأل ربنا بقى، اسأل ربنا، انا اصل بقى عندنا بتكلم الإجابة المسيحية الصريحة الصح اللي قالها لك، ما انا اديني فرصة يا ربنا المقدس عشان نخش الجنة اللي هي الملكوت في المسيحية، نآمن بيه الكتاب المقدس عليه، نعيش حياة مسيحية، نؤمن وبعد كده نتعمد معمودية تسلسل الرسول، نعمل نعيش حياة مسيحية مليئة بالطول السماوي، دي القاعدة، غير كده في رحمة الله بقى، طيب بص انا بس ما دايما كانت استناش مشكلتي، الاستثناء، يعني انا لو انا عايز اقول لك اخش على حاجه، الجنة انا المسيحية دايما كانت اعمل مشكلتي مع دول، المسيحيه، انا اقول عكس لك على حاجه، كده انا في رحمة ما ربنا ده عليك. السؤال التاني بقى، ده السؤال التاني بتاعي، انا دايما كانت مشكلتي مع المسيحيه هي ان المسيحيه معقده، ان انا لازما اعرف ان المسيح موجود ونزل عمل يعمل الخطيئه بتاعتي، فعشان لازم انا اؤمن بيه عشان اخش الجنه. طب انا يا اخي ليه اخش في الحوارات دي كلها؟ طب انا واحد اهو لا سمعتش عن المسيح، ما سمعتش عن سيدنا محمد، ما سمعتش عن اي حد خالص تمام. أقول لك جميل تسميه إيه؟ جميل تسميه تفكر بإيه؟ حد عمل هو جميل اللي في حياتك وأنت نكرت جميله، تسمي نفسك إيه لو عملت كده؟ اسمعني بس، انت ما برضه ما فهمتش سؤالي دلوقتي. انا لا بتكلم انا واحد اهو. بس ده وحش شوية، لا بص بص لا لا محمد خليك معايا. محمد 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 دلوقتي يا عم انت اسمعني بس اسمعني، انا في دولة من تمام الدول، بلاش دولتنا عشان ما تخبطش في حاجة، لا خلينا في دولة من الدول، ورحت قعدت في الدولة دي، رئيس الدولة جيب نفسه دخل بيتك، بس هو دخل الراجل بقى مش عايز يرهبك، داخلك لابس لبس كاجوال مش اللبس الرسمي، بيتعامل معاك بمحبة واحترام، وانت قلت له لا انت مش رئيس الدولة اطلع بره، هيطبك انت بقى عايز تروح على فكرة قصر الرئاسة بتاعته، أنا عارف المعتقد جيت قصر المسيحي بيؤمن الرئاسة بيه، ما أنا هيقول بقول لك لك
انا عندي مشكله فيه، عشان كده خد بس أكيد بالك. انا انا أكيد بسالك أنا سؤال عندي وانت خلفية راح الأرض لسه، وأنت راح الأرض لسه عامل مش هيتفشل. أنت إيه رأيك؟ المسيح قالها: من لا يعترف قدام الناس لا أعترف قدام ملائكة أبي الذي اللي طيب، بس يعترف انا أعترف، ومن يمكن ماشي. المسيح قالها صراحة: من يعترف بي قدام الناس يعترف بي قدام ملائكة كتاب الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس انكره امام ملائكة كتاب الذي في السماوات. تمام، انا عارف المعتقد المسيحي بيقول ايه، تمام. بس انا دلوقتي انا بتكلم عن انا واحد اهو انسان، ما سمعتش عن رساله محمد، ما سمعتش عن رساله المسيح، ما سمعتش عن رساله اي حد، تمام. وانا اهو يعني امنت بالله ان في اله وعبدته ودعيته. انت عارف الشخص ده يبقى ايه؟ هيبقى مسلم. يا يعني راجل والنبي الفطرة بتاع يا عم، بلاش الفتي والفطر ده، بلاش الفتي ده، ها؟ كنت بسمع فتي لا، بلاش. مش فتي. يعني المسلمين هنا بمعنى محمد ايه؟ قالوا محمد الشياطين، محمد قالوا محمد الشياطين. ايوه، بس دقيقة محمد، يعني هسه انا اذا ما انطق الشهادتين انا مسلم يعني؟ انا بتكلم. بص، انت سمعت انا قلت ايه؟ انا قلت انا ولا اوكي، انسان، بس هسه ما سمعتش. اني اؤمن بالله، اوكي اني اسمع، اؤمن بالله بس انت ما ما سمعتش اعترف عن محمد. بمحمد. اسمع، طب هقول لك اهو، اسمعني اوكي بس اني اؤمن بالله بس يا ما اخي. اعترف انت بمحمد، اني يا جدع مسلم. اسمعني، شوف انت بتدخلني في مسلم حتة انا عارف هناك انت يا بتسالني. عم، صار لك انت ساعة اسالني تهربين وكل شيء ماكو، قلنا لك سؤال جيب واضح، دليل على الكلام ما جبت. سؤال واضح انا والله، كلام، انا جاوب. كلامي واضح. انت انا ما سمعتش عن هو كده سيدنا مسلم؟ محمد، ما سمعتش عن سيدنا المسيح، حلو، ما سمعتش عن الاثنين دول، ما سمعتش عنهم. ايوه وانا ايوه اهو ايه مسلم اللي انت، انت ايه اللي انت بتقول عنها يعني؟ ايه مسلم؟ ايه؟ هيبقى مسلم بمعنى، هيبقى مسلم بمعنى انه قال الشهادتين اللي هو مؤمن برسول الاسلام. لا معناه كده لا، انا بقول لك، انا دلوقتي جيل بتكلم على الانسان، الفطره، الانسان اللي هو لا هيسمع عن سيدنا محمد ولا يسمع عن يا عم سيدنا المسيح. اللي انت هتسميه مسلم، بمعنى ايه مسلم اللي انت بتقولها بالفطره؟ بمعنى ايه؟ ان هو بيقول ان هو الشهادتين اللي هو مؤمن برسول لا الاسلام. لا لا المسلم اللي انا اقصده ان هو عارف ربنا وبيعبده بس. ايوه، طب احنا فين ربنا وبنعبد مين؟ ايه؟ عارفين ربنا لا، برضه. انت بتعرف المسيح اللي هو مؤمن بخلاص. كنت بتقول لي اللي انت عملته لي عمال في الجميل، يا عم المسيح فبالتالي ربنا، انت يا مسيحي. عم المسيح ربنا، ما فيش واحد بلا خطية غير المسيح، حتى في القرآن، حتى في ماشي، السنة ما فيش حد بلا خطية. طب دي ماشي دلوقتي. انا راجل ما سمعتش عن المسيح، ازاي عقله هيهدين اللي فيه ربنا؟ حبيبي، ما في، معلش، اللي في ايام بالذات بتاعتنا دي وما يسمعش عن ربنا، ربنا فقالها في الكتاب المقدس: الله لا يترك نفسه لا شاهد. اللي ما سمعش عن ربنا يبقى هو واحد انا بيسد اسمعني ودان بس، عن انا ربنا، دلوقتي مش بتكلم عن واحد الفطره. رافض ربنا. انا انسان اتولدت ما سمعتش عن المسيح، ما سمعتش عن محمد. انا كلامي واضح في الفطره اهي، حبيبي تمام. مين ربنا الاقرب؟ بيوصل، ربنا مين ما الاقرب؟ بيسد. ما انا بقول لك ربنا ما بيرش مين؟ نفسه بلا شاهد، ربنا نفسه بلا شاهد. ماشي، ما هو اسمعني دلوقتي، المسيح مش موجود. انا كنت عايز اشوفه عشان اؤمن ان هو ده اله. انا ايه؟ انا ايه هنا اللي يا عم خلاني؟ يعني انت بتقول الاسلام، ما انت مؤمن يا محمد، بس السؤال المستفز. لا لا، مش سؤال مستفز والله. انا بتكلم انا انت مؤمن كمسلم. بسؤال مستفز، بص، انت ليه بس انا كمسلم واضح، انت ليه اساس برسول عقيدتنا الاسلام؟ قطن. دقيقة دقيقة دكتور، امنت ليه برسول الاسلام مع انك ما شفتوش؟ عشان انت بتقول لازم كل تشوف الكلام، المسيح، طب ما انا امنت اقول لك برسول اهو، الاسلام؟ ايوه انا مش انا امنت برسول الاسلام في الكلام اللي قاله ان هو في ربنا تعبده فقط ولا غير، اللي هو لو انا ما كنتش شفته هو ده الكلام اللي كنت هؤمن بيه طب اصلا. المسيح قال كده، لا قال لك لا، ان الكلام اللي قاله هو صح. انت قلت ان المسيح هو يلا ربنا، يلا، فهأمن ايوه. مين اللي قال لك بخطئ ان بقى. مين قال لك؟ النبي نشأ دلوقتي من لبنان، هيطلع خد بالك، يدعي نبوة ويعمل كتب. مين قال لك ان النبي نشأ بتاع النبي؟ سيدنا محمد ما قالش ان هو اله، سيدنا محمد ما قالش يعمل كذا عشان ربنا، لا، هو سيدنا محمد قال ان في اله يا عم بالله اعبدوه عليك، فقط. ماشي.
النبي نشأت من لبنان، اتقل عليا النبي نشأت من لبنان، طلع قال لك ان هو نبي، يلا روح روح امن بنبوته. يلا قال أؤمن ان هو نبي بنبوة بس مين؟ النبي نشأت. انت مش بتأمن بأي حد يقول لك ان النبي ان هو نبي بس؟ النبي نشأت قال ان هو نبي، اتفضل امن لا بيه. انا، لا استنى بس، انا ما قلتش لاي حد يقول نبي يبقى انا امن بيه، انا بشوف رسالته عباره عن ايه. ماشي، سؤالي سؤالي واضح يا أخ محمد، أنت حلو آمنت برسول الإسلام، ما هي تمام. معجزاته؟ قول لي المعجزات اللي شافها الناس، إيه المعجزات اللي رسول الإسلام عملها وشافها الناس؟ عرفني بس، هو انت بتؤمن بالنبي إيه عملها قدام الناس؟ لابهار بصري او معجزات ولا بكلام منطق وعقل؟ عشان بس إيه نحكم الاول. المعجزات يا عم؟ مش عليا بالله عليك، مش حوار مناقشة. طلع قال ان انا برضو نبي. انت سؤالك انت قلت تعليقك، قلت انت ما امنتش بالمسيح لان المسيح قال ان هو الله، طب وايه المشكله؟ ما هو فعلا الله. حضرتك قلت ان انت امنت برسول الاسلام لان ان هو بس قال ان هو نبي، طب ما النبي نشأت بتاع لبنان قال ان هو نبي، قلت ليه؟ هو النبي نشأ بتاع لبنان ده كانت رسالته عبارة عن ايه؟ رسالة ايه؟ راجل محبة وخير وسلام وعبود، ايه مشكلتك؟ هو اي حد بيمشي نور بين محبة السعودي. وخير يلا يلا وسلام يلا يلا، اروح اقول له والله انا معاك؟ هو نفسه ما بيقولش، والنبي نشأت برضه بيقول على نفسه نبي، ما بيقولش على نفسه ان هو الله. حلو، انا كلمتك في الرسالة مش في ان هو نبي. حبيبي يا نور، ما هيش راسنا نور. كلمتك في ليه؟ امن الرسالة، بقى، امن بالنبي نشأت. انا مش الرسالة دلوقتي هيعمل لك كتب، بص احلى كتب، هتأمن بيه برضو؟ انا مش بتكلم على احلى كتب، بتكلم على المعتقد، المعتقد ذات نفسه ان في اله واحد وهنعبده يا عم هيقول لك فقط. نفس المعتقد، هيقول لك نفس المعتقد، هيقول لك نفس المعتقد. الله وتحب الله والخير والكلام ده كله، ايه رأيك؟ هتأمن طب بيه؟ ما ده، طب ما ده المعتقد هتأمن بيه؟ اللي انا مؤمن بيه. هو جاب ايه الجديد طب اللي يا جابه عم بقى؟ الزرادشتية كده والبوذية كده والكونفوشيوسية كده، لا هو انت بس لا اللي لا كده؟ لا، انت نفسك مش كده. احمد، عندي سؤال، عندي سؤال بسيط. شكرا نور، اتفضل وردة. انت كشخص، اذا يجيك واحد نبي الإسلام بالقرآن قال بسورة الأحقاف الآية 9: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ماذا يفعل بي ولا بكم. هاي آية، وآية ثانية تقول سورة السبأ الآية 24 تقول الو 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 الو، ماذا حدث؟ الو 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 الو، ماذا حدث؟ اتركوا لنا البث بدون ان تبلغوا يا جماعة. الو 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 ماذا حدث؟ بس شغال، ماشي تمام. يا أحمد صدقني الكلام اللي أنت بتقوله في الهجايز، سيد المسيح سيأتي في المرة التانية، يأخذنا وننطلق إلى العالم الأبدي إلى الملكوت من كل الأمم كل القبائل كل لسان
كل شيوخ أمام العاشور وخلوف قلوب خير كل مكان. انت مش عارف انك هتكون من الفرقة الناجية ولا لا؟ بالله عليك التزم الصمت، قل خيرا او لتصمت، وانا انصحك تصمت من كل الامم، كل القبائل، من كل لسان. اخواتنا اللي دعموا في البث ده بنسجل برضو داعمين لشهر 11 عشان نشوف أعلى داعم، وهيبقى هو ليفي مثبت في نهاية الشهر. الله، لا يا عم، يا عم المسيح أن الله ظهر في الجسد يا عم يا عم يا عم يا عم يا صاحب الجمال، مش هو الله ظاهر في الجسد منتظر ايدك يتمه، أأمن من ايدك تشفي وتستنصر مظلومين. شكرا لكل الحاضرين معنا، لو حد عنده اي سؤال عايز يطلع، فاضل بالظبط تقريبا 10 دقايق عشان سوف اغلق البث. كل شيء به كان وبعدين شيء صح. الله عليك يا ريسو، صح. كتاب المصاحف يقول إن كان فيه 10 مصاحف للساجستاني. للساجستاني لو فاتك الساجستاني لن يرجع تاني، يعني كتاب الساجستاني بيقول إن كان فيه 10 مصاحف وفيه 10 قراءات يا جماعة، 10 قراءات و10 مصاحف. يا أحمد خليك أنت عايش في الطراوة والدنيا برد، طراوة والدنيا برد. إخواتي الأعزاء ما تنسوش قناتي على اليوتيوب، أتمنى منكم مزيد من التعليقات ورؤية المشاهدات الفيديوهات حتى تستفادوا في النقاشات أكثر وأكثر. حد عنده سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ يا هلا يا هلا يا هلا. من كل الأمم، من كل القبائل، من كل شعوب أمام العرش ربوات ألوف ألوف جايين من كل مكان. إخواتي الأعزاء في قناة يوتيوب دكتور حسين تقدروا تتفرجوا عليه، على أي ضغط فيه من الخدمة طبعا محتاجة اللي أنا بقوم بيها بالنسبة للناس، محتاجة إيراد وأشياء أخرى. احتياجات طرح حالي في الدول الأمريكي اللي يقدر يتبرع بيها أو عن طريق يوتيوب سوبر سانكس اللي يقدر يتبرع. أكون شاكرا وربنا يباركوا عامة في كل شيء. حد عنده أي أسئلة؟
بالنسبة للمواضيع مهمة جدا بالنسبة للعقيدة، عقيدة الكنيسة الجامعة، سواء تأييد كاتوليكية العذراء، دولة العذراء، مكانة العذراء، شفاعة القديسين، شفاعة التوسلية والكفارية، شفاعة الله، شفاعة الله الروح القدس، موجودة على اليوتيوب تقدروا تشوفوها. طب في حد عنده أي سؤال؟ اتفضل. معنا 5 دقائق، إن لم يتكلم أحد سوف نذهب، ولكن إن لم أتحرك الآن فسوف ينفجر البوتاجاز. عدنا. شفاعتك يا ولد الله. امين امين. برلين برلين وعلم ألمانيا، برلين علم ألمانيا لو سمحت. تبرع باليوم، تبرع للخدمة. ثانك يو برلين على لاتس. باقي من الزمن شهر كامل، مطلوب في هذا الشهر خدمة المحتاجين $1000 تقريبا حتى يوم.